السلام عليكم ورحمة الله. يعيش عشرات الجرحى في السودان أوضاعا بالغة الصعوبة دفعت بعض المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج إلى إخراجهم قبل أن يجدوا أنفسهم لاحقا في الشارع بعد طردهم من مقر سكنهم نظرا لعدم دفع الإيجار. واحتجاجا على الأوضاع السيئة التي يعيشها جرحى المقاومة هناك، نفذ العشرات وقفة احتجاجية أمام السفارة اليمنية بالخرطوم للمطالبة بتوفير احتياجاتهم وتحسين أوضاعهم. في زوايا الحدث لهذا المساء نتوقف عند هذا الخبر لنتابع وضع الجرحى اليمنيين في الخارج والمعالجات التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص. لم تنتهي معاناة جرحى المقاومة، بل إنها تتصاعد بشكل كارثي كل يوم. في السودان كما في الهند كما في الأردن والسعودية يواجه الجرحى إهمالا كبيرا يكشف سوء الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع هذا الملف. كثير من الجرحى تعقدت حالتهم وتعفنت جراحهم أكثر مما كانوا عليه عندما غادروا اليمن للعلاج، فيما يواجهون في كل البلدان التي ذهبوا إليها خطر الطرد من المستشفيات ومقرات السكن نتيجة عدم دفع المستحقات المتوجبة عليهم. كل ذلك يجري في ظل غياب تام للحكومة، والأخطر من ذلك أن يتعرض هؤلاء الجرحى في الخارج للتمييز من جانب بعض المسؤولين القائمين على الملف تحت شعارات مناطقية، لتصبح الجراح التي خرجوا بها من بلدهم أهون بكثير من الجراح التي يكابدونها كل يوم في الخارج. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. بعد عامين من الحرب لم تجد السلطة الشرعية بعد حلا لملف الجرحى، أو ربما لا تهتم لذلك، وهذا ما تقوله الوقائع. مئات الجرحى الموزعين على عدد من البلدان يعانون إهمالا يضاعف جراحهم التي خرجوا بها من بلادهم، فيما السلطة الشرعية لا تجد الوقت الكافي لمتابعة هذا الملف الذي صار وجها آخر لفشلها في إدارة الأزمة القائمة. عند مغادرتهم للخارج اعتقد هؤلاء أنهم قد غادروا الوجع الذي كانوا عليه في الداخل، وعند وصولهم إلى بلدان الاستقبال صدمتهم الحقيقة السافرة هناك، تضاعف الإهمال والجراح أيضا. في السودان حيث ذهب العشرات من الجرحى إلى هناك لتلقي العلاج صارت أوضاعهم أسوأ بعد أشهر. هم الآن في العراء بدون سكن بعد أن كانوا بدون غذاء وبدون علاج أيضا خلال الأيام الماضية. طردوا من سكنهم بسبب عدم دفع الإيجار، وبدلا من أن يكونوا الآن في المستشفيات يتلقون العلاج حملوا جراحهم على عكازاتهم وذهبوا يستجدون المسؤولين عنهم في الغربة. اعتصموا أمام بوابة السفارة اليمنية هناك، ولكن السفارة أغلقت أبوابها في وجوههم كما يقولون. كثير من الجرحى هناك أصبحت جراحهم أوسع وأوجع بعد أن أجريت لهم عمليات تسببت بأخطاء أدت إلى بتر بعض أعضائهم، فأصبح وضعهم أسوأ مما قدموا عليه. في كل البلدان التي ذهب الجرحى إليها تسمع قصة واحدة، إهمال ومعاناة تتضاعف كل يوم وتوجيهات لا تنفذ، والأخطر من ذلك التمييز المناطقي الذي يقع تحت طائلة كل الجرحى وفي جميع البلدان، بين جرحى هم الأوفر حظا يتبعون وزيرا في الحكومة الشرعية وهو أحد مسؤولي هذا الملف، وبين جرحى باقي الجبهات الذين يقول لهم مشرفو هذا الوزير أنهم لا يعترفون بدولتهم وبالتالي لا حق لهم عند هؤلاء، فيما الحكومة لا تفعل شيئا لإيقاف هذه التجاوزات، ولا يبدو أن لها سلطة لتغيير هذا الواقع المر الذي يعيشه المئات ممن دفعوا ثمنا باهظا لمحاربتهم تحت لواء هذه الشرعية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة من الخرطوم مع أحد جرحى المقاومة الشعبية هناك صادق الحسامي. مساء الخير صادق. مساء النور. أهلا ومرحبا بك صادق. لماذا ذهبتم للاعتصام أمام السفارة اليمنية في الخرطوم؟ أولا نشكر قناة بلقيس على متابعة أوضاعنا في السودان، ونشكر مركز الملك سلمان على ما قدمه لنا ويقدمه للجرحى في السودان. نعم. الأسباب التي جعلتكم تعتصمون صادق أمام السفارة اليمنية في الخرطوم؟ الأسباب، أول سبب أننا اليوم خرجنا من السكن خروج نهائي، السكن السابع للجرحى، الجرحى السابعين لمركز السابعين للهلال الأحمر الإماراتي، والمشرف عليهم الوزير هاني بن بوريك. نعم، لماذا تم إخراجكم من السكن ولم يتم يعني دفع الإيجار أو ترتيب أموركم؟ والله على حسب القائمين بملف جرحى الوزير هاني بن بوريك بأنه تم إغلاق ملفهم ملف جرحى السودان، وتم ترحيل جميع جرحاهم إلى الهند لمتابعة العلاج. هذا فيما يخص جرحهم، من تقصد يعني الجرحات التابعين للمقاومة الجنوبية؟ بالضبط،
بالضبط هناك في جرحى مميزين، جرحى يتبعوا الوزير هاني بن بوريك، ونحن جرحى نتبع مركز الملك سلمان. نعم فهناك امتيازات. نعم، مندوب المركز الملك سلمان الذي تكفل بعلاجكم أين هو؟ ومن هو المتابعين لحالاتكم في السودان؟ للأسف 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 هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. نطالب بتشكيل لجنة طبية عاجلة من مركز الملك سلمان بمتابعة أوضاعنا، حيث أن مجموعة من الجرحى بيرحلوا إلى اليمن بدون علاج مكمل، والبعض الآخر أكثر من 50% رحلوا إلى اليمن بدون علاج. نعم، طيب صادق، المندوب الذي يعني في البداية أتى معكم ورتب سفركم ورتب مكان إقامتكم وأيضا حجز لكم في المستشفيات في السودان، أين هو؟ بالضبط دكتور سليمان الشريع الله يحفظه، يعني جاء معنا وتحرك كل شيء، ولكن للأسف لم يتواصل معنا. كم هي المدة التي انقطع عنكم من التواصل أو متابعة حالتكم؟ تواصل معنا أول شهر من وصولنا في شهر 3، تواصل معنا وأخذ بعض الإشكاليات، ومن أول دفعة وصلت إلى السودان من شهر 3 والاعتصامات قائمة في مدينة مروي الطبية بسبب الإهمال. نعم، الأخوة في السودان أو المستشفيات التي تتعالجون فيها يعني ألم يوفروا لكم الإمكانات أو الأماكن الخاصة للعلاج بحسب الاتفاق مع مركز الملك سلمان؟ للأسف مدينة مروي الطبية مدينة طبية متكاملة، لكن لا يوجد فيها أخصائيين، وهذه أهم مشكلة واجهناها، عدم وجود الأخصائيين في مدينة مروي الطبية، حيث أن الأخصائي يأتي من الخرطوم يسوي عمليات بشكل مجمل، مثل ما أقول لك يعني مقاولة كذا. نعم. بالعامية مقاولة، بينزل يقاول من الخرطوم إلى مروي، جميع الجرحى 15 عملية 20 عملية 30 عملية يتحرك بعدها الخرطوم، تبقى العمليات تحتاج متابعة للأسف يشرف عليها أطباء خريجين جامعات. صراحة بسبب الإهمال تعرضوا بعض الجرحى، في معانا جرحى لو أذكر لكم بالاسم موجودين عندنا بسبب الإهمال هذا. نعم يعني اذكر لنا من هم الجرحى الذي يعانون من هذه المشاكل. في معانا الجريح، في معانا يعني المأساة، جريح اسم الجريح ماجد الأثوري. نعم. بترت قدمه. لماذا بترت قدمه؟ ماجد باعتراف تام من إدارة مدينة مروي الطبية بسبب خطأ طبي. بسبب خطأ طبي، طيب هذا الخطأ من يتحمل؟ بسبب خطأ طبي. والله سؤال يطرح نفسه، هذا الذي احنا نطالب به، هذا الذي سؤال الذي يطرح نفسه، نطالب مركز الملك سلمان بتشكيل لجنة طبية عاجلة بالنزول والمتابعة لهذا الأمر العاجل. نعم، طيب مندوبين الحكومة الشرعية أو المتابعين، وفي برضه معانا لو قطعت كلامك العفو منك، في برضه معانا الجريح ماجد مفضل أجري له عملية، وبسبب الخطأ الطبي أجري له على إثري 6 عمليات ومحتاج عمليتين آخرتين. يعني الأخطاء تتكرر في العمليات صادق، الأخطاء تتكرر. معانا الجريح برضه يحيى الفنتوبي أخرج من غرفة العمليات أكثر من 8 أي الأسباب، يصوم الجريح ويدخل ينتظر بغرفة العمليات كده مهزلة، هذا في الخرطوم مهزلة، ينتظر الجريح ما في أي فائدة. نعم. ينتظر في غرفة التحضير قبل دخوله غرفة العمليات، يكون جاهز وصائم وكل شيء، للأسف بدون ذكر أي أسباب للجريح. نعم، هذا الإهمال الذي هذا الإهمال الذي تتعرضون له والأخطاء الطبية المتكررة، هذه المستشفيات التي تتعالجون فيها ألا يتحملون المسؤولية؟ ما هي يعني الأسباب التي يرجئون عدم نجاح العملية أو حدوث أخطاء وتتكرر مرة بعد أخرى؟ للأسف 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 أنه الأخصائي لا يحدد نسبة نجاح العملية نهائيا. نعم. نهائيا. طيب زيارة يعني كل عملية كان إن مثلا حدا تناقش مع أخصائي وقال له كم نسبة العملية، نسبة نجاح العملية، طوال يقول لك 100%، بالرغم من الكمل لله، ما في أي عمل اكتمل 100% عدا عمليات مدينة مروي الطبية. نعم. عندهم 100%. نعم. إهمال طبي معتمد، احنا يعني نطالب الآن عبر قناتكم مركز الملك سلمان بتشكيل لجنة طبية عاجلة، حيث أن عدد من الجرحى ما يقارب أكثر من 50 جريح
فيسفروا إلى اليمن. نطالب بتشكيل لجنة طبية عاجلة. يعني نعم. تقييم أنتم عندما نعم صادق أنتم عندما ذهبتم هؤلاء الجرحى إلى السودان، تكفل مركز الملك سلمان بكل التبعات وتوفير كل يعني الأجواء المناسبة لكم لإجراء العمليات وأيضا ما بعد العمليات حتى يعني تعود صحتكم مثل ما كانت. إذن هذا العقد الذي أبرم بين المستشفيات التي في السودان وبإشراف من الحكومة الشرعية ومن الملك سلمان، أين ذهبت هذه العقود؟ كيف تم التعاقد مع هذه المستشفيات التي تعاملكم بهذه الطريقة؟ سؤال يجاوب على الهلال الأحمر السوداني. أي نقطة نجي نتكلم فيها بإيش الإهمال؟ إيش سبب الإهمال؟ لماذا كذا؟ يجاوبون بالحرف الواحد، يقولوا لا يوجد لدينا بالبنود. أي كلمة نتكلم فيها، نجي نتكلم مثلا جريح يعني مرافق للجريح مثلا تجي له أعراض تجي له أي شيء، يقول لك عفوا المرافق ما يتعالج. طيب يا جماعة الجريح المرافق سووا له حل، سووا له أي شيء، يقول لك عفوا عندنا بالبنود. يتحقق بكلمة البنود، بالبنود مكتوب أنه المرافق ما يتعالج. نعم. طيب صادق، الآن عندما زار نائب رئيس الجمهورية علي الفريق علي محسن الأحمر، وعندما زار السودان رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، هل التقيتم به؟ هل ناقشوا ملف الجرحى؟ هل يعني عملوا لكم أي تسهيلات أو متابعة من قبلهم؟ بالضبط. رئيس الوزراء وصل رئيس الوزراء يعني زيارته السابقة وصل ووجه لدينا 4 جرحى يحتاجون السفر إلى الخارج معروفين. وجه رئيس الوزراء معالي الوزير هاني بن بوريك بتسفيرهم إلى الخارج، لكن للأسف ما في فائدة، ما في أي تجاوب. نعم. جت الزيارة الثانية علي نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر الأخ هاني الصيادي المدير الإداري للوزير هاني بن بوريك ووافق، ولكن للأسف خلف بوعوده بتسفيرهم. وطالب الأخ هاني الصيادي طالب السفارة اليمنية بمذكرة رسمية بضمهم إلى ملف الجرحى. نعم. يعني إذن أفهم من كلامك صادق، الكبار إحنا ما نفهمها. نعم صادق، أفهم من كلامك صادق بأن يعني هؤلاء المعنيين سواء بن بوريك أو غيره، عندما يأتي رئيس الوزراء أو نائب رئيس الجمهورية يعني يتكفلون ويوافقون على 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 يعني علاج هذه الحالات، لكن بمجرد أن يذهبوا يعني يبدأوا الإهمال ولا يعيروا أي اهتمام لهذه يعني الأوامر. صراحة موافقة شفوية وليست فعلية. نعم، موافقة شفوية. وينضم إلينا من الرياض وكيل وزارة الصحة الدكتور شوقي الشريبي. مساء الخير دكتور شوقي. دكتور شوقي مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك دكتور شوقي. لعلك سمعت ما طرحه أحد جرحى المقاومة في السودان صادق الحسامي، هناك إهمال كبير، الآن أصبحوا بلا سكن، طردوا من السكن، خرجوا من المستشفيات، البعض منهم أصيب بأخطاء طبية فادحة. أين هي وزارة الصحة؟ أين هي الجهة الرسمية من متابعة على الأقل هؤلاء الجرحى الذين ذهبوا بدعم من مركز الملك سلمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على التواصل وأشكر قناتكم على الاهتمام بموضوع الجرحى والتطورات في البلد. نعم. فيما يخص الجرحى بشكل عام يا أخي العزيز، بداية مسألة الجرحى إلى الآن لم توضع تحت يد وزارة الصحة. نعم. يعني أنا سمعت الأخ يتكلم إنه الأخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء هاني بن بريك حسب كلامه إنه قدمت له أوراق وقبلت بعض الأسماء وثم رفضت حسب كلام الأخ. نعم. على قناتكم. نعم. هذا يدل على أن وزارة الصحة ليست عندها يعني تفاصيل أو مسألة الجرحى ليس بيدها، هذا من ناحية المسؤولية. وأنتم دكتور شوقي إذا كنتم أنتم دكتور شوقي اسمح لي لحظة. نعم. طيب من ناحية العامية يجب أن تكون وزارة الصحة مشرفة على الجرحى بالتسفير والفني من ناحية الفنية، لأن وزارة الصحة هي المسؤولة فنيا عن المرضى والجرحى والتطبيب في البلد في كل دول العالم. نعم. ربما هناك نظرا للأوضاع الاستثنائية ربما تم تقسيم الأعمال بين الوزراء أو الوزارات، ربما أشياء كثيرة من هذا القبيل. نعم. فيما يخص الجرحى في السودان والهند والرياض. نعم. واليمن هناك 4
أربع أماكن تتكدس فيها أعداد كبيرة من الجرحى، أولا في الداخل وهم بالآلاف، ثم في المملكة العربية السعودية الرياض وشارولة ونجران، ثم السودان والهند أيضا. نعم. وكل الجرحى عندهم مشاكل ومعاناة نظرا لعدم التنسيق بين الجهات. وأنا أقول لك بصورة واضحة وبدون أي تحفظ، نعم، هناك عدم التنسيق بين الجهات في الحكومة. عدم التنسيق أدى إلى ضياع حقوق الجريح، الجريح في السودان، الجريح في الهند، الجريح في المملكة، الجريح في اليمن. من يتحمل هذا القصور وعدم التنسيق فيما بين الجهات الحكومية؟ الحكومة، كل حكومة تتحمل شعبها. أنا لا أنفي الحكومة دورها أن تحل إشكاليات الجرحى، وإحنا إن شاء الله تعالى قعدنا الأسبوع قبل الماضي مع الأخ محافظ محافظة تعز ومع الأخ محافظ محافظة مارب أيضا، هناك جرحى في مارب ينتظرون الترحيل والتسفير، هناك جرحى في تعز ينتظرون الترحيل والتسفير، والآن وضع في بعض الترتيبات نتمنى أن ننجح فيها لمحاولة توحيد العمل في حل هذه الإشكالية الكبيرة. احنا الآن في صدد، نعم، محاولة لتوحيد الجهود لكي لا يضيع حق الجريح بين أعضاء الحكومة. نعم. طيب دكتور شوقي، هذه خطوة جميلة أن توحدوا رؤيتكم في متابعة ملف الجرحى في كل مكان سواء في الداخل أو في الخارج، لكن الآن ربما المشكلة الأبرز الآن هؤلاء الجرحى المتواجدين الآن في السودان أصبحوا خارج حتى الفندق الذي كانوا يقيمون فيه أو السكن الذي كانوا يقيمون فيه، ما هو وضعهم؟ إلى متى سيستمروا في العراء؟ يعني هم الآن باب السفارة باب سفارة اليمن في السودان مغلقة، السفارة أمام الجرحى وهم الآن في الشارع. يا أخي العزيز حفظك الله، طبعا في إشكاليات في الخطوط الجوية اليمنية، وفي إشكاليات في الجرحى، وفي إشكاليات في الجانب السوداني، أنا لا وأيضا الحكومة مشاركة في نفس الوقت. فيما يخص نعم. الجانب اليمني احنا الآن تواصلنا مع الإخوة في سفارتنا في الخرطوم، وأفادوا بأن هؤلاء الجرحى كانوا أساسا في مدينة مروي. نعم. مدينة مروي هذه تبعد حوالي 500 كيلومتر عن الخرطوم، وهي المدينة الطبية المجهزة لعلاج جرحى اليمن المبعوثين من مركز الملك سلمان وغيره. نعم. الإخوة انتقلوا بدون إذن الجهات السعودية إلى الخرطوم، وانتقلوا إلى السكن الذي تقريبا جهزوا الإخوة وزير الدولة هاني بن بريك. نعم. تمام. نعم. نظرا لأنه هناك في سكن وهناك لا يوجد سكن، ومن هذه الأشياء الذي يعني، لكن الجريح دكتور شوقي، الجريح صادق الحسامي يتكلم بأن من ذهبوا إلى الخرطوم هم من يعني تم إجراء لهم عمليات ونقلوا إلى الخرطوم لمتابعة يعني العلاج ما بعد العملية، وعلى ضوء ذلك انتقلوا إلى الخرطوم. يا أخي التقارير اللي وصلتنا تقارير فإن هناك إخوة من مروي انتقلوا إلى الخرطوم، نظرا لأن في الخرطوم الخدمات اللي تقدم من وزير الدولة والسكن مريح والخدمات أريح، هذا التقارير اللي وصلتنا. نعم. وبالتالي هم طبعا يمنيين ومن حقهم أيضا ينتقلون للمكان الأفضل. نعم. كنت أتمنى وإن شاء الله نحن قلنا لك من خلال الترتيبات اللي نحاول أن نتوصل إليها كوزارة الصحة مع الإخوة في أعضاء الحكومة وإن شاء الله رئاسة الوزراء أن يتم توحيد التوجه لمعالجة الجرحى. طيب دكتور شوقي اسمح لي في جزئية مهمة. نعم دكتور شوقي، وضحت هذه النقطة. دكتور شوقي الآن يعني الجرحى يتألمون بأن هناك بعض الجرحى يعاملون معاملة خاصة وبعض الجرحى لا يتم الاعتناء بهم. أنا قلت لك يا أخي العزيز، أنا قلت لك هناك ضرورة لتوحيد التوجه لعلاج الجرحى كافة كيمنيين. نعم. لا ننظر كوزارة الصحة بين جريح وجريح. إن شاء الله تعالى نحن نحاول، مثلا على سبيل المثال دولة الأخ رئيس الوزراء الأسبوع قبل الماضي تكفل أو دعم جرحى محافظة مارب بمعالجة في الخارج، وإن شاء الله الآن في توجه أيضا لدعم جرحى محافظة تعز أو إقليم تعز.
تمام، كما تم أسوة ببقية الجرحى. نعم. فيما يخص يا إخوة الجرحى الذين مكلف يوم الأخ وزير الدولة هم مكلفين أو مدعومين بألف وخمسمائة منحة علاجية للجرحى من الإخوة في دولة الإمارات. نعم. العربية الشقيقة. نعم. مكلف فيها الأخ هاني بن بيك. طيب دكتور شوقي، حتى لا نتشعب في الموضوع. دكتور شوقي اسمح لي، حتى لا نتشعب في الموضوع، هل يمكن الآن لكم كجهة رسمية في وزارة الصحة أن يتم متابعة مركز الملك سلمان لعمل حل هؤلاء الجرحى الذين الآن باتوا بدون سكن في الخرطوم؟ يا أخي، نحن مركز الملك سلمان إن شاء الله تعالى إذا أرسلت إلينا القضايا بالتفاصيل من 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 سفارتنا والإشكاليات إن شاء الله إحنا نعالجها إن شاء الله تعالى. ونتمنى أن يتم يعني عمل حل بأسرع وقت، لأن الجرحى يعني لا ينبغي أن يعاملوا بهذه الطريقة. دكتور شوقي، هم من يعني يدافعون عن الشرعية ومن يقاتلون من أجل اليمن ضد الانقلابيين، ويجب أن يكرموا وأن يعني يحق لهم حق الرعاية الكاملة والتامة. أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة الصحة الدكتور شوقي الشرجبي، وينضم إلينا الآن من دلهي في الهند الصحفي مازن عقلان. مساء الخير مازن. اهلا وسهلا بشير ومشاهديك الكرام. اهلا ومرحبا بك مازن. وضع الجرحى في الهند كيف؟ ربما قصتهم مأساوية في السودان، ما هو وضعهم في الهند؟ اولا وقبل ذي بدء اشكر قناة القيس على تغطيتها الرائدة وتسليطها الضوء على هكذا موضوع حساس ومهم، وامكن لنا تحديد يعني سبب رئيسي او ان نشرح وضع الجرحى في الهند. لا تحدثنا عن السبب الرئيسي لمعاناتهم، وهو الدعم، إذ لا وجود لجهة حكومية أو رسمية تتبنى الجرحى سواء كانوا من الجيش الوطني أو من المدنيين، ولا يوجد كذلك أي جهود لمنظمات حقوق الإنسان بحيث تعول أو تتبنى الجرحى من النازحين أو من المدنيين. نعم. ثم هنالك حراك لمنظمات مجتمع مدني وناشطين يقومون بتسويق حالات الجرحى في مواقع التواصل الاجتماعي، ويحصل هنالك دعم من فاعلين خير بعيدا عن ما هو حاصل مثلا في السودان من دعم لمركز الملك سلمان. نعم. هنالك فقط جهود ذاتية لبعض الناشطين وبعض المؤسسات الخيرية، مثلا في تعز مؤسسة رعاية ومؤسسة شهيد، وهنا من خلالكم أتوجه لها بالشكر الجزيل نيابة عن كل الجرحى في الهند. لا وجود لأي دور حكومي أو لأي دور لمنظمات حقوق الإنسان أو منظمات الدولية التي تعني بالنازحين وتعني بالمدنيين وضحايا هذه الحرب. الحكومة غائبة بشكل كبير وبشكل مزري. نعم. واسمح لي أن أقول أيضا بشكل مخزي، لا وجود لأي تحرك أو لأي وزير. نعم. هنالك تحرك فقط لوزير واحد هو الذي تحرك، وهو الوزير هاني بن بوريك، ولكن للأسف تحرك في قطب أحادي وتحرك بشكل كما قلت لك ما يمكننا أن نسميه بشكل مخزي، حيث نعم. تبنى بعض حالات جرحى المقاومة الجنوبية وترك الجرحى من المناطق الأخرى للإهمال، تتعفن جراحاتهم وتتخثر. نعم. طيب مازن، وهذا ما يحز في النفس. نعم. بالنسبة نعم. للجرحى مازن. الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم. بالتأكيد مازن إذن أفهم من كلامك بأن هؤلاء الجرحى من غادروا اليمن إلى الهند هي ربما عن فاعلية خيرية أو جمعيات خيرية، أو يعني عن طريق حسابهم الشخصي، لا علاقة للحكومة بهم. نعم نعم نعم، هذا ما يعني ما أؤكد لك. بالنسبة لكل الجرحى هنا في الهند تحركوا إما من خلال جهد ذاتي، هنالك بعض الأمهات يعني أو الأسر باعوا الذهب وباعوا ما يملكون، هنالك أسر باعوا المنازل ورهنوا بصائر البيوت. هذا ما حينما نريد أن نتحدث عن الجانب الشخصي والجهد الذاتي. وهناك أيضا من خلال ناشطين في تعز تصدروا مواقع التواصل الاجتماعي وسوقوا بعض حالات الجرحى وتمكنوا من تسفير البعض ومنحوا البعض أيضا ما دون القدر للتكلفة الكاملة للعلاج. بعضهم منح من $2,000 فقط، وهذا المبلغ لا يكفي لأن يوصلهم إلى الهند فقط. نعم. يوصلهم إلى الهند يعني قيمة مذكرات كرسوم تذاكر فعلا الطيران والسفينة. نعم. يصلون إلى الهند ويوعدون بدعم ويمكثون هنا، بعضهم مكات لشهر، بعض نعرف بعض الحالات مازن ثم عادوا قبل أن يتلقوا أو يدخلوا. نعم. أي مستشفى وحتى يجروا الفحوصات الأولية، كونهم تلقوا عدوى وحصلوا فقط على مذكرات. نعم. أو تذاكر مازن. نحن تحدثت الآن قبل قليل مع وكيل وزارة الصحة، وقال هناك ربما تفاهمات بتوحيد
جهود الجميع في الحكومة الشرعية وفي وزارة الصحة من أجل عمل حل لكل الجرحى في الهند وفي السودان وفي كل مكان. إذا كنت لديك الحقيقة في نعم. الحقيقة أننا نسمع قعقعة ولا نرى طحين منذ أشهر نعم. منذ عام ونحن نسمع هذه القعقعة. هنالك تنسيق مع مركز الملك سلمان، هنالك تنسيق مع الجهة الفلانية، هنالك ترتيب مع، لكن لا وجود لأي من هذا الكلام. الجرحى أنت لو تأتي إلى بونا أخي بشير، أنت لو تأتي ستصل إلى سكن لا يصلح حتى للعيش، يكدس في هذا السكن أكثر من 20 إلى 25 حالة من الجرحى، بعضهم تعفنت جراحتهم، بعضهم أصبحت حالتهم تستحيل الآن على العلاج، بعض الحالات وصلت إلى مرحلة أنها تستحيل على الشفاء، يعني إما إعاقة دائمة أو شلل دائم، أو بعضهم مهدد يعني بالوفاة. تدخل إلى السكن لا تستطيع المكث في السكن من تعفن الجراحات، لا وجود يعني لا وجود لأي جهة، حتى يعني الناشطين الذين يقومون ربما لا أستطيع نعم يعني هذا الأمر يحتاج نعم. أنت كما تعلم يحتاج إلى جهود دولة نعم، وأن الناشطين مهما بذلوا من جهد لن يتمكنوا من تغطية أو سد جزء من الثغرة نعم نعم. مازن ربما وصفت الحالة نعم. سمعت إلى مداخلة الأخ من السودان، بالفعل وضعه مزري، لكن أيضا الوضع في الهند لا تتبناه أي جهة، لا نعم. مركز الملك سلمان ولا أي جهة. مازن ربما الحال كما تحدث الآن مازن اسمح لي نعم، ينتظرون الهرج وما تدلي به الحكومة من تصريحات فقاعات إعلامية فقط، يعلقون نعم. أمانهم نعم. على هذه ولا يرون شيء نعم. طيب مازن ليست هذه المشكلة فقط، بعض نعم. الجرحى يريد الآن العودة نعم. ولم مازن يدخل المستشفى ولم يدخل الفحوصات الأولية، ومع ذلك يريد العودة إلى بلده ولا يجد خيارات. أشكرك مازن، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. ربما وصفت الحالة والألم الذي يعانيها الجرحى في الهند، وأيضا كما هو في السودان وكما هو في السعودية وفي الداخل أسوأ. إن شاء الله تكون يعني ساهمنا بصورة أو بأخرى من أجل تسليط الضوء على هذه القضية، وسنستمر في تسليط الضوء على ملف الجرحى إن شاء الله حتى يتم حل كل قضايا الجرحى. شكرا لك مازن عقلان، كنت معنا من نيودلهي من الهند. الشكر أيضا لوكيل وزارة الصحة الدكتور شوقي الشريبي، والشكر أيضا للأخ الجريح صادق الحسامي كان معنا من الخرطوم، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. تقبلوا تحية معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدر، كما هي لكم مني حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم. We'll be right back.